السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور قناة رسيم سبور الرياضية، أطلب منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيه، الضغط على زر الإعجاب، وهذا ليصلكم كل جديد. يضرب مانشستر سيتي موعد مع كلوب بروج مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 في الجولة 23 من دوري أبطال أوروبا. من المتوقع أن يخوض لاعبي مان سيتي لقاءه المرتقب بحماس بعد أن عاد اللاعبين لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، ويسعى أبناء بيب جوارديولا للمنافسة على العديد من الألقاب، وسيعمل السيتي على استعادة النقاط التي أهدرها في الجولة الماضية. ويفتح ملعب جان بريدل أبوابه لاستقبال مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج، حيث سيكون السيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي ضيفا ثقيلا على خصمه البلجيكي، الذي بدور سيعمل جهدا على استغلال عامل الأرض لتقديم أفضل ما لديه وحصد النقاط الثلاثة. أما مانشستر سيتي فستكون مهمته تعويض النقاط التي فقدها أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال والعودة إلى مستواه. ويخوض مان سيتي لقاءه أمام كلوب بروج بعد أن حقق الفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي للمحترفين، فانتهت المباراة بثنائية نظيفة دون رد، بينما تعرض للهزيمة في دوري أبطال أوروبا بجولته الثانية حيث التقي باريس سان جيرمان وانتهت المباراة بهدفين دون رد. وحقق كلوب بروج الفوز على أربي لبزيج بهدفين مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط محقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى، بينما يحتل مان سيتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط محقق الفوز في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. وتعرض مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج على قناة بي إن سبورت الرياضية الناقلة الحصرية لدوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. ومن النظر أن يدخل الدولي الجزائري رياض محرز المباراة أساسيا، خاصة وأنه على علو كعبه في المباريات الماضية التي شارك فيها أساسيا أين نال رضا الفيلسوف غوارديولا. ويعول مدرب مانشستر سيتي هذه السنة على رياض محرز ليقوده للتتويج بالدوري الأوروبي بعدما قاده الموسم الفارط لبلوغ النهائي. حظ موفق لمحارب الصحراء ابن الجزائر الغالية.